لقاء الحكومة بالولاة فرصة للتقييم والخروج بتوصيات ترسم الخطوط العريضة لبناء استراتيجية وطنية شاملة لاستدراك النقائص والتقيد ببرنامج تنموي يضع المواطن في صلب اهتماماته. الرئيس عبد المجيد تبون أكد في العديد من المناسبات ضرورة إعطاء الأولوية للجمعيات المحلية لتفعيل مختلف البرامج التنموية المنشئة للثروة. على ضوء ما تم توجيهه من تعليمات على مستوى لقاء الأول للسيد الرئيس بالولاد، المنتظر منهم هو هذا التحول من الإدارة البيروقراطية أو الإدارة التقليدية إلى إدارة خلق ثروة، إلى إدارة تحريك عجلة التنمية المحلية على حساب القدرات بتاع الولايات، إلى إدارة أو ولاية التقييم ولاية التقارير الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو التحول من آمرين للصرف إلى خارقين للثروة، خارقين لمناصب الشغل. الحوكمة في تسيير الشأن العام خيار استراتيجي من أجل خلق الثروة وتشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، وهو ما يسمح بخلق مناصب الشغل للشباب. الوالي الآن صار هو رئيس الحكومة في الولاية نتاعو، صار هو اللي ممكن أن يحط البرامج، يكون عنده تصور، يكون عنده بعد نظر، يكون عنده أيضا استقطاع حقيقي للمكون الاقتصادي اللي يحول الجماعات المحلية إلى خارقة للثروة عوض أنها تستهلك ميزانية الدولة المحلية. التنمية الاقتصادية المحلية ضمن أولويات الحكومة لضمان إقلاع اقتصادي حقيقي عبر بناء قاعدة اقتصادية وصناعية متينة، خيار يفرض على الجمعيات المحلية تكاتف كل الجهود وإزاحة العراقيل لتحقيق الهدف المرجو.